كمان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2024، وقال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي أمس أن إجمالي عدد المتقدمين أكثر من 50,000 طالب. كمان فعاليات المؤتمر تضمنت الإعلان عن الضوابط والمعايير اللي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية أو اتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة. أكاديمية الشرطة صرح علمي أمني وتدريبي متفرد يقوم بإعداد ضباط الشرطة علميا وبدنيا وفقا لأحدث البرامج لمواجهة التحديات الأمنية، مزودين بالقيم الأخلاقية والانضباطية. في هذا الإطار اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول وفي مقدمتها الحيادية والموضوعية بهدف انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين بدنياً وصحياً وعلمياً ورياضياً. تقدر الإشارة إلى أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بكلية الشرطة، ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بها. الطلاب الجدد الذين اجتازوا اختبارات القبول هم من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية، وخريجي الجامعات المختلفة من التخصصات التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية. خضعوا جميعا لاختبارات علمية وبدنية وصحية تؤهلهم للالتحاق بكلية الشرطة، مع الاستعانة بتقنيات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد النتائج. خضع المتقدمين للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية، وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقاً للأعلى في درجات الاختبارات، ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل أي عنصر بشري. يمثل الطلبة الجدد كافة المحافظات واجتازوا كافة الاختبارات المحددة بكفاءة وفاعلية مكنتهم من الانضمام إلى هذا الصرح العلمي الأمني المتفرد. إجمالي أعداد المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والليسانس في الحقوق ذكور وإناث وبكالوريوس التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية ذكور وإناث عدد 53,154، وصل منهم لكشف الهيئة 12,962، والمستهدف قبول منهم 2,950. عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها 5,521، والمستهدف قبوله 800. عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث 5,017، والمستهدف قبوله 1,550. عدد المتقدمات لكشف الهيئة من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث 400 طالبة، والمستهدف قبوله 50. عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية بقسم الضباط المتخصصين ذكور وإناث 2,024، والمستهدف قبوله 500. وتم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة على مدار فترة دراستهم إلى أن يصبحوا مؤهلين عقب تخرجهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن. الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريج كليات الحقوق والتربية الرياضية ذكور وإناث والتخصصات الجامعية التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية هي فرصة للمقبولين لتحقيق حلمهم للالتحاق بهذا الصرح العلمي الأمني المتفرد ليصبحوا حماة أمن هذا الوطن. الاختيار تم بكل حيادية وموضوعية ووفقا للضوابط المعلنة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.